الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه رافين منين التومي النفس، معاكم احمد التومي. احنا دلوقتي يا جماعه بنكمل الفيديو اللي وقفناه عند متاحف قصر عابدين، تمام؟ من عند نفس النقطه هي السكه اوريدي كانت ايه، كانت واقفه، فايه زي ما بيقولوا كده رزقنا كان ايه، كان واسع. نبدا مع بعض. بنبدأ زي ما قلت لحضراتكم من عند متاحف قصر عابدين، من نفس النقطة اللي قفلنا فيها الفيديو اللي فات. السكة زحمة هنا شوية، يمكن عشان الشارع جانبي بس. هنطلع دلوقتي يا جماعه على شارع سامي البارودي اللي هو اللي في وشنا ده، من ضمن شوارع وسط البلد برضه. يرجعك بقى على ايه؟ احنا بقى يعني احنا كل اللي احنا عملناه احنا خدنا راوند اهو حوالين ايه؟ حوالين قصر عابدين. اتفرج على الفيديو اللي فات اللي هو من جاردن سيتي المتاحف قصر عابدين، هتمشي معانا في الجوله بحالها. ما زال هو قصر عابدين على ايه، على ايدينا الشمال. التقاطع اللي جاي ده يا جماعه تقاطع شارع الجمهوريه، من الشوارع المشهوره برضو ايه في وسط البلد. اللي هو اللي على يميننا ده شارع الجمهوريه، يدخلك برضو ايه لو خدت شمال من هنا، هو اتجاه واحد يدخلك على قصر عابدين. لو عايز تلف بقى تكمل اللفه حوالين ايه، حوالين القصر، مش محتاجه طبعا. احنا دلوقتي ايه هناخد التقاطع اللي جاي، هناخده يمين، ده شارع محمد فريد. اللي عايز الكورنيش وجراج التحرير طوالي، وده محمد فريد واقف فوق اهو. محمد فريد بك 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 بك. والاشاره اللي احنا واقفين عندها دي اشاره شارع رشدي باشا، الشارع اللي بالعرض ده رشدي باشا. وادي ايه، ادي بنك مصر، ده الفرع الرئيسي بقى هنا في وسط البلد. حاجة ضخمة يعني دول يطلعوا ببناية كده. بس هو حاجة تاريخية طبعا، من المباني التاريخية.
الدوران اللي جاي ده بتاع شارع قصر النيل، هناخد يمين دلوقتي منين؟ من شارع قصر النيل. اليمين ايه؟ اليمين ده نرجع للجمهورية تاني، يعني ده شارع الجمهورية اهو، يمين بيبقى اتجاه واحد اللي احنا قطعناه من واحنا جايين من عند القصر، شمال يطلعنا على ميدان الأوبرا اهو. وادي الحمام على الأرض اهو، واقف بأمان بياكل. دخلنا ميدان الأوبرا، هننزل بقى ايه؟ ننزل نفق الازهر عشان نطلع على ايه؟ على صلاح سالم. الكوبري اللي جنب نفق الازهر ده يطلعك على الحسين ومشيخة الازهر وشارع المعز. مش فاكر صورته ولا ما صورتهوش، بقولي لي في التعليقات لو ما صورتهوش نبقى نصور، لان انا ايه احيانا ببلش شوية او بتوش شوية. السرعة المكررة 50 كيلو متر في الساعة داخل نفق الأزهر. النفق دوشة طبعا، بس النفق شكله خطير اهو. النفق ده احنا ماشيين تحت الارض، هيطلعنا على صلاح سالم، والكوبري برضه يطلعك على صلاح سالم، لان النفق بالليل بيبقى مقفول، ما تعتمدش على النفق ده بالليل، يعني على ما اظن من بعد 11 باين، يا 11 يا 12 النفق بيتقفل، فبتبقى مجبر على الكوبري، لان احنا ماشيين في محاذاه، يعني في محاذاه الكوبري. الكوبري فوق مننا ماشي، يعتبر ماشي معانا. الالتزام بالحاره المروريه هو النفق حارتين، يرجى مننا جميعا كقائدي سيارات الالتزام بالحارة المرورية.
النفع لسه ما خلصش، هو بياخد له دقيقتين ثلاثة بالسرعة القانونية، لأن هو على ما أتذكر كده مش عارف طوله 3 كيلو ولا إيه حاجة كده يعني في الحسبة دي، مش فاكر بالظبط، بس هو في الحسبة دي يا جماعة. خلاص اهو الدنيا بتنور اهو، دينا خارجين من نفق. بنخرج من النفق على شارع صلاح سالم اتجاه العباسية مطار القاهرة مصر الجديدة. بيقول لك يمين محور جان السادات والقاهرة الجديدة. في كاميرا سرعة جاية على اليمين. على الشمال مش لا على اليمين اهي. السرعة 80 كيلو في الساعة. لا تتخطى السرعة القانونية للأمن والسلامة وعدم الغرامة. كوبري البعوث وادي مسجد بسم الله الرحمن الرحيم او الرحمن الرحيم حاجه كده، اه مسجد الرحمن الرحيم. ممنوع التحدث في التليفون وارتداء حزام الامان. اداره المركبات اهي على ايدينا اليمين. كاميرا سرعة برضو جاية هنا بعد المركبات اهي متعلقة في الكوبري اهي. وادينا ايه داخلين على كوبري العباسية. كوبري العباسية بقى ايه لسه ما توسعش يا جماعة في حاجة مرار. احنا مصورين الحته دي لحد ايه؟ لحد كوبري العباسية صح؟ طيب يبقى ايه نهرب من الزحمة، يلا بينا يلا بينا ناخد يمين. كل الطرق تؤدي الى روما. القاهرة كلها شبكة عنكبوتية من الطرق، خش يمين خش شمال ولا يهمك. هقدر اقول لك روح فين منين باذن الله. دخلنا يمين اهو بيقول لك اليافطة السكة البيضاء وطريق النصر. انا رايح مناطق المطار وشيرتون والمربع اللي هناك بتاعنا ده اللي حضراتكم عارفين. Thank you.
الناس مش عايزة تتحرك. ملف ضيق. نعدي المزلقان ده، بس انا ما اعرفش المزلقان ده بتاع ايه ولا اسمه ايه. ما اديكش اماره، كل اللي اديك اماره فيه ان الشارع اللي احنا فيه ده اسمه السكه البيضاء، بس كده. ما تسالنيش عن حاجه تانيه. السكة البيضاء ربنا يجعلها بيضاء. بصوا هربنا بقى من ايه؟ من شوية الزحمة بتاع كوبري العباسية. كوبري العباسية عايز يتوسع، عايز يتضاف له في كل اتجاه حارة ولا حاجة. الله اعلم بقى ببقيته بصلاح سالم والعروبه والحاجات دي هيبقى كانت هتبقى عامله ازاي. الله اعلم بقى. نقف هنا نقفل الفيديو، كفايه شويه الوقت ده، ونكمل ايه؟ نكمل في جزء تاني. تمام. استاذن حضراتكم اللي عجبوا الفيديو اشتركوا لايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو قول لي ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمه على حسب اراء حضراتكم، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا. ومع السلامه.